من الأشياء اللي بنتوقف عندها في نهاية كل عام هي إنه كيف كان العام الماضي، شو الأشياء اللي حققناها وشو أنجزنا، وأكيد كيف كانت خيبات الأمل. وكمان من الأشياء اللي بنتوقف عندها في بداية كل عام هي إنه بنحاول شوي نحدد شو أولوياتنا وشو أهدافنا للعام الجديد. خلونا نشوف كيف كانت سنة 2018 على فريق برنامج لكي، وشو هي أمنياتهم لعام 2019. أبرز المواقف الحلوة والمش حلوة اللي واجهتني ب 2018 إيش؟ إيش بحكي؟ كويسة كتير. تعرفت على رزان ولورينا وكل فريق لكي، قفزة نوعية في حياتي العملية لأنها جديدة بالنسبة لي، صرت عمي لأول مرة وإني صرت عمته. من الناحية العملية أكيد انضمامي لأسرة عمان تي في، قادرة أنظم وقتي، مسيطرة على شغلي، مسيطرة على بيتي، مسيطرة على علاقاتي مع الناس. كتير كانت أشياء جديدة وكتير كانت فرص أني أتعلم منها. انضمامي لعائلة عمان تي في وإني شاركت بماراثون خارج الأردن، إني قدرت أحقق كتير نجاحات وقدرت أغير حياة كتير من الأشخاص. أما أسوأ إشي صار ب 2018؟ أكيد في لحظات صعبة. أصعب إشي صار معي ب 2018 هو فاجعة البحر الميت وإني خسرت حدا كتير قريب على قلبي. أكيد الأحداث اللي مرقنا فيها بالأردن وبالوطن العربي، وبالإضافة للأمراض الجديدة اللي عم نسمع عنها مؤخراً، حادثة البحر الميت كتير كان إشي مؤلم وبيوجع للجميع، لأنه في بالموضوع أطفال، وأي وحدة أم رح تتأثر كتير بهذا الموضوع ورح تضايق كتير، رح يضل في غصة بقلبها. تأقلمي مع هاي التحديات اللي عم بتصير، لأنه كتير كان في أشياء جديدة عم بتصير بنفس الوقت وكانت سريعة، بس بنفس الوقت هذا حطني بموقف أني أتعلم وأني أكبر كشخص كمان، فكان في كتير تغيرات على الصعيد العملي والشخصي كمان. لا يعني ما فيش إشي معين، كتير في محطات صعبة هيك، يعني يمكن تكونش صعبة كتير بس أكيد بالنسبة لي كانت صعبة، بس تخطيتها الحمد لله. شو بتمنى اشوف ب 2019؟ ما تسالني ايش امنياتك ب 2019 لانه لسه ما حددتش ايش بدي اعمل ب 2019. ولكل الاشخاص اللي زعلوا مني ب 2018 بحب احكي لكم لسه ما شفت اشي، استنوني ب 2019 تعلمت حركات جديده. استنى عم بفكر ايش بدي احكي. عيد كيو خلص اوكي، استمر بهذا العمل اللي انا بشتغله لانه يعني هذا شغفي، يعني بالنسبه لي هذا شغف اللي عم بشتغله اللي هو العمل الاعلامي، وان شاء الله تتحسن كل الاوضاع العامه اللي موجوده بالشارع الاردني اللي متهيئه الناس من اوضاع اقتصاديه وغيره. بتمنى لكم بسنه 2019 انه تكون سنه مليئه بالخير والمحبه والسلام عليكم. بتمنى سنه جديده سعيده مليئه بالحب والنجاح والفرحه لكل حدا عم بيتابعنا. أمنياتي ل 2019 هو الصحة والسعادة لكم كلكم، وإنكم تكونوا حوالين الناس اللي بتحبوهم وعيلتكم. بحب أشوف برنامج لكي أول إشي عم بكبر، إن شاء الله نضل مستمرين، بشوف له مستقبل كتير كبير وناجح إن شاء الله. تمنياتي لكم بعام 2019 إنها تكون سنة مليئة بالمحبة، السلام، وأكيد راحة البال. كل سنة وإنتوا سالمين. إن شاء الله كل أيامكم أعياد يا رب. ميري كريسمس وهابي نيو يير، وكل عام وإنتوا بألف خير. وبعد ما شفنا كيف كانت سنة 2018 على فريق برنامج لكي وأمنياتهم لعام 2019، خلينا نشوف كيف كانت سنة الشارع الأردني وأمنياتهم لعام 2019. ب 2018 أحلى شيء ارتحت، بطلت من الشغل، قعدت بالبيت. أسوأ شيء صار أمي سافرت أمريكا وضليت لحالي. وبتمنى ب 2019 حشتري سيارة جديدة. هلا سنة 2018 طبعا بعتبر انه عام حزن وعام نكد كثير، الأوضاع العالمية اللي عمالها بتصير حوالينا، وكان الشغلات الحلوة هي بسيطة جدا جدا يعني بصراحة، فبنتمنى ب 2019 انها تكون سنة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية كاملة، وكون الحياة أحسن وأصلح وبس هالمتمنى. يعني والله أمنيات كثير لكن نلخصها بنعمة الأمن تدوم على الأردن وعلى البلاد العربية والإسلامية. وإن شاء الله الله يشافي والدتي، هاي أمنيتي. أسوأ شيء حصل معي بال 2018 هو خسارة نهائي مسابقة ألوبين سبورت لأفضل معلق عربي صاعد، وأفضل شيء إنه بداية انطلاقتي في عالم التعليق في مجال التعليق الرياضي وتعليق عبر القنوات الفضائية الأردنية هون. وبال 2019 بتمنى، إذا بتمنى شيء إنه يحصل يعني، هو فوز منتخبنا الوطني في كأس آسيا 2019 العام القادم. والله بالنسبة لأحلى شيء يعني إنه الإنسان بكمل صحته وعافيته، بس هذا هو. أما
الوضع الاقتصادي حدث ولا حرج. ب 2018 دخلوا شغلتين حياة جداد. أول إشي إنه أنا بدرس دكتور صيدلة سنة خامسة، فطلع لي انترنشيب زي يعني موظفة بمركز الحسين للسرطان، وهم أصلاً بيختاروا ستة من بين كل طلاب كلية الصيدلة في الأردن. والإشي الثاني إنه أنا شاركت في نادي المناظرات والثقافة وتعلمت فن المناظرات. يعني هذا الشغلتين أجدد شغلتين صاروا لي ب 2018. ب 2018 صراحة أسوأ، أكون كثير صريحة، أمي تشخصت بريست كانسر، فهلأ هي ماشية بالكيمو، بس إنه هي الحمد لله مرحلة كتير يعني مبكرة وهيك، بس إنه هو كان هذا أسوأ إشي. أحسن إشي صار معي بال 2018 إنه أجاني صبي وسميته عمر، وأسوأ إشي يعني صار معي بال 2018 الأحداث اللي صارت بالأردن، ومن أهمها اللي هي حادثة البحر الميت. وبتمنى إنه بال 2019 بتكون خير على الأمة الإسلامية. أحلى إشي صار معي ابني فات الروضة كجوا، وأسوأ إشي صار معي خبر وفاة حدا عزيز علينا صار علي. يعني أي يوم مر شفناه بغض النظر كان حلو ولا مر، هو حلو. الخوف من اللي جاي، هذا اللي ما شفناه، هذا اللي بخوف. 18 كانت كثير حلوة بغض النظر لما مر فيها ظروف صعبة، بس كانت حلوة. أحلى شيء في السنة إنه بدنا نطلع منها سنة 2018، إن شاء الله تكون 2019 أحسن. العام أنتم بألف خير، إن شاء الله السنة جاي حلوة وسعيدة على الكل، والله يعطي كل حدا اللي بتمنى يا رب. أسوأ إشي صار معي بال 2018 إنه والدي أعطاك عمره، وأحلى إشي صار معي بال 2018 إني شفت الأمور اللي واقفة هناك. يا ستي إن شاء الله تكون سنة حلوة وسنة تحت رحمة رب العالمين علينا وعلى الكل إن شاء الله. أحلى إشي في 2018 صار معي، اشتريت سيارة جديدة. أسوأ إشي القرض اللي علي. هلأ بال 2019 إن شاء الله العفو يشمل القروض إن شاء الله. بيقول الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته: ليس السر في السنوات، كن زهرة أو نغمة في زهرة، فالمجد للأزهار والنغمات. إن شاء الله بتكون سنة 2019 سنة خير على الجميع، وإن شاء الله بعم فيها الأمن والأمان والاستقرار في جميع أنحاء الوطن العربي، وبتختفي الحروب والمآسي.